قصه تانيه تخص رضا سليم. رضا سليم هو لاعب الجيش الملكي المغربي، جناح الجيش الملكي المغربي، مركزه الاساسي هو الجناح الايمن ويلعب ايضا في الجناح الايسر، واحد من اهم اللاعبين اللي قادوا الجيش الملكي المغربي للفوز بالدوري المغربي هذا الموسم. ايه حكايته؟ هل خلاص قريب فعلا من النادي الاهلي؟ انا قلت لكم امبارح ان النادي الاهلي بيتكلم عليه، والنادي الاهلي بيفكر يضم. مفيش خطوات كبيره في هذا الامر لسه حصلت يعني، بس الاهلي عايزه، وضيف على ده كمان بيراميدز عايزه. طيب النهارده معانا انفراد مهم جدا، وهو الخطاب المرسل من النادي الجيش الملكي الى احدى شركات التسويق في مصر، وفيه التالي الموضوع تسويق لاعب النادي رضا سليم. تحية طيبة وبعد، يسعدنا أن نرسل إليكم أطيب تحياتنا، متمنين لكم دوام التوفيق والسداد لما تقومون به من مجهودات لتحقيق الصورة. يا جماعة مش واضحة خالص، الكلام مش واضح، طموحات كده ممكن شوية أعرف أقراها، ماشي، لما تقومون به طموحات ناديكم الشقيق، وعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه المتعلق بطلب شركتكم تولي مسؤولية تسويق لاعب النادي رضا سليم داخل جمهورية مصر العربية والتفاوض لصالح نادينا، فإننا لا نرى أي مانع في ذلك، شريطة أن يكون مبلغ المفاوضات لبيع عقد اللاعب 3 ملايين دولار أمريكي صافي، ونسبة 20% من إجمالي مبلغ بيع عقد اللاعب لنادي آخر مستقبلا. وإذا نشكركم على تفهمكم، وتفضلوا بقبول أسماء عبارات التقدير والاحترام، أبو بكر الأيوبي الرئيس المنتدب للنادي. طيب إيه بقى الحكاية؟ نعرفها أكتر من الأستاذ محمد سلطان مدير الشركة المسؤولة عن تسويق رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي في مصر. يا فندم مشرف ومنور، مساء الخير على حضرتك. مساء الانوار يا كابتن كريم، ازاي حضرتك؟ منورني ومشرفني. ده شرف لينا، الله يكرمك. ممكن بقى تقول لي الحكايه؟ يعني ده دلوقتي خطاب رسمي لشركتكم بيقول فيه ان انتوا هتبداوا تسوقوا اللاعب في مصر، مظبوط؟ مظبوط، احنا لحد يوم 17 مالناش اي علاقه بالموضوع، 17 يوليو احنا لينا كام يوم بنتفاوض مع النادي ان هتكون الشركه عندنا المسؤوله عن التفاوض باسم النادي في مصر مع الانديه المصريه اللي عندها الرغبه في ضم اللاعب. وصلنا لاتفاق وخلصنا، الناس بعتت لنا النهارده او صباح الثلاث امس بعتوا لنا الجواب والخطاب التفويضي ان احنا نتعاون معاهم نخلي التفاوض باسم النادي الجيش الملكي المغربي في مصر مع الانديه اللي رغبه في ضم اللاعبين. عظيم جدا، ده بناء على ان انتوا بداتوا تسمعوا عروض او طلبات من انديه في مصر لضم اللاعب، مظبوط؟ بالظبط، جوه مصر وبره مصر، لكن احنا لينا فتره في الموضوع شغالين عليه اصلا على اللاعب تحديدا، لكن طبعا اللاعب فيه وكيل موجود معاه، فاحنا مالناش علاقه باللاعب، احنا علاقتنا بالنادي. والتفويض كان رسمي النهارده او امبارح صباح الثلاث يعني. بس طيب. مين ابرز يعني، هل عدد كبير من الانديه ولا انديه قليله في مصر؟ يعني مين اصل الرقم اللي انا عرفته رقم كبير، فالرقم الكبير ده ما يدفعوش اي نادي في مصر بالظبط. احنا عشان نبقى اكثر وضوحا، عدد اكتر من نادي في مصر، نادي او اتنين تلاته بالكتير قوي اللي داخلين في الموضوع. طبعا كله متوقف في النهايه، لانه اداره النادي محتاجه تكسب اكبر قدر من الصفقه يعني، صحيح، او يعود عليها اكبر عائد مادي. صحيح، في كلام، في مفاوضات مع اكتر من نادي في مصر، صحيح، وبنحاول نوصل لاتفاق يكون الاول بالنسبه لنا كشركه. احنا بنحاول نقرب المسافات ما بين النادي الجيش المغربي وما بين الانديه الرغبه في اللي عندها رغبه في ضم اللاعب. اللي انت بتقولي اللي هو نادي او ناديين في مصر تقريبا، صح كده؟ نعم، نادي او ناديين في مصر. بالظبط كده. طيب لما بنتكلم على نادي او ناديين في مصر، رقم رضا سليم هو لاعب مهم جدا، ده رقم كبير. النادي او الناديين اللي في مصر دول يقدروا يدفعوا الرقم ده هو الاهلي والبيراميدز، يعني هي سهله، يعني مش هتبقى فزوره للساده المشاهدين. خلينا نكون برضه اكتر وضوح في حاجه، في نقطه برضه الناس للاسف تم ترويجها في الايام اللي فاتت، واحنا سالنا فيها رئيس النادي الجيش المغربي،
في موضوع نقطه العقد بتاع اللاعب مع النادي لمده سنه. ده اللي تم ترويجه في الاعلام المصري في الفتره الاخيره. لكن الحقيقه هو مده العقد ممتد لمده موسمين. 23 24 و24 25. وهو ده اللي يخلي الرقم المطلوب في اللاعب هو رقم كبير برضه مش صغير. بالظبط كده. لان بعض المواقع الاخباريه في مصر حاولت تروج وبعض الصحفيين انه العقد بتاع اللاعب هينتهي بنهايه الموسم اللي هيبدا ان شاء الله. ومن حقه طبعا التوقيع في يناير، لكن ده مش صحيح. طيب، وموضوع احنا يوميا بنسمع خبر انه اللاعب قريب من النادي الاهلي، قريب من النادي الاهلي، وان النادي الاهلي مهتم بيه. هل هو قريب من النادي الاهلي ولا مجرد لسه طيب مفاوضات؟ انا طبعا عشان على التلفزيون المصري ودي حاجه تشرفني وشرف شرف كبير يعني ليا. انا عايز اوضح لحضرتك نقطه مهمه ودي هتبقى حصر لحضرتك. اتفضل يا فندم. انه حتى الان لم يتم التواصل لاي اتفاق مع النادي، اي نادي مصري مع اداره النادي الجيش المغربي. رقم واحد. رقم اثنين، المبلغ المطلوب كبير جدا. بنحاول نقرب زي ما قلت لحضرتك بداية نقرب المسافات شويه. يكون في بنود عقد بتحاول يكون فيها عائد مادي للنادي الجيش المغربي من خلال 3 4 سنين اللي جايين لو تم بيع اللاعب لاي نادي في مصر. عظيم. الجيش المغربي مش هيتنازل عن، يعني لو في تنازل عن المبلغ المطلوب هيكون حاجه بسيطه جدا يعني. مش كبير يعني. طيب خلاص، انت قلت لي انه ما فيش نادي في مصر تواصل مع نادي الجيش الملكي، وده خبر فعلا جديد ومعلومه مهمه، بس انتوا بطبيعه الحال كشركه مسوقه للاعب بداتوا تتكلموا مع الانديه اللي بيتقال انها مهتمه باللاعب، مظبوط ولا لسه بالزبط. ما كلمتوش؟ لا بالظبط، بدانا نتكلم مع ناس وفي كذا اتصال حصل، هتفي مع كذا مسؤول في اكتر من نادي عشان الكلام يبقى واضح. ما لا، عشان يبقى واضح احنا اتفقنا ان هو نادي او ناديين، احنا بنتكلم في 3 مليون دولار فده رقم كبير، فاحنا بنتكلم في اهلي وبيراميدز. سهله اهي. ممكن الاهلي، ممكن الاهلي، ممكن بيراميدز، ممكن الزمالك يدخل في الصفقه. ممكن الاهلي يدخل في الصفقه، كل ده متوقف في النهايه. تمام. حتى ازمه الزمالك في القيد بتاعته والمديونيه بتاعته، اعتقد ان الزمالك نادي كبير والمشكله بتاعته. انا عشان كده ما طرحتش اسم الزمالك عشان لسه عنده بعض المشاكل الماليه، فالرقم كبير يعني. انا باكد لحضرتك انه خلال ايام مشكله نادي الزمالك في القيد هتتحل، والغرامه اللي على نادي الزمالك هتتدفع. لا تعالى بقى، انت هنا بتقول لي معلومه ثانيه جديده خالص. سيب بقى رضا سليم، سيب رضا سليم على جنب. استنى بس، سيب رضا سليم على جنب. وارد جدا ان الزمالك يعني هكلمك بمنتهى الوضوح اكتر، انه الزمالك موجود في الصفقه بشكل بعيد او قريب، لكن موجود من ضمن الانديه الموجوده وبتتكلم على اللاعب ورغبتهم في ضم اللاعب. طيب لا استنى نحسمها بقى دلوقتي. دلوقتي بقى زمالك، بيراميدز، اهلي، الثلاثه في الصف. انا ما حددتش اسماء انديه يا استاذ كريم، انا كلامي واضح لحضرتك. انا بقول لحضرتك في اكتر بس من انت 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 قلت لي بس شاورت لي بس على الزمالك. خلينا متفقين ان اكتر انديه في مصر عندها القدره الماليه على دفع اي مبالغ ماليه للاعب او للنادي هو الاهلي والزمالك وبيراميدز. انا بقول لحضرتك في نادي اكتر من نادي من الثلاثه بيتفاوض على ضم اللاعب. عظيم جدا، عظيم جدا. متصور هل رضا سليم عنده عروض خارجيه بقى في اوروبا بحسب معلوماتك؟ انا عارف انت المسوق هنا في مصر، بس هل مثلا طيب ممكن نلاقي مثلا رضا سليم موجود؟ انا طبعا احنا مسؤولين او الايجنت بتاعت النادي مش اللاعب، لكن المعلومات الاكيده اللي عندي انه اللاعب كان عنده عرض من نادي الوحده الاماراتي وتم رفض العرض من قبل اللاعب. من قبل اللاعب نفسه. بالظبط. وهو ما عندوش مانع بحسب ما النادي قال لك، انا فهمت خلاص انه اللاعب مش معاك، بس بحسب ما النادي قال لك هو اللاعب نفسه ما عندوش مانع انه يجي يلعب في الدوري المصري. ما عندوش اي مانع انه يلعب في الدوري المصري. عظيم، عظيم جدا. استاذ محمد سلطان مدير الشركة المسؤولة عن تسويق رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي في مصر، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. قال لي معلومة مهمة جدا جدا، لحد وأنا داخل على الهواء كان رضا سليم بالنسبة لي أهلي وبيراميدز المنافسة بينهم، الآن الراجل بيقول لك إن الزمالك كمان في الصورة، وبحسب معلوماته إن موضوع أزمة القيد بالنسبة لنادي الزمالك خلاص بتخلص بتخلص، فده شيء برضه كويس يعني، واضح جدا انا ببرر اللي بين السطور يعني، واضح جدا ان هو حد اتكلم مع رضا سليم وحد قال له ان الموضوع خلاص بيخلص في الزمالك، وبالتالي احنا بنتفاوض على رضا سليم في هذا الشأن. بس زمالك، بيراميدز، واهلي، ايوه الثلاثه مهتمين برضا سليم والقيمه بحسب الخطاب اللي انا كنت لسه عرضه. يعرضوه تاني يا جماعه، الخطاب اللي انا لسه عرضه هو تفويض من نادي الجيش الملكي لشركه التسويق في مصر انه اللاعب يتباع في مصر مقابل 3 مليون دولار ونسبه 20% من اعاده بيعه. 3 مليون دولار صافي يعني، كمان من غير ضرائب والكلام ده كله، هياخدوا 3 مليون دولار و20%
نسبه اعاده بيع.